ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأذكر أن أحد السائلين من الجهال جاء إلى أحد مشايخنا وسأله، قال: يا شيخ، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. قال: صف من رأيت. قال: رأيته رجلا حليق اللحية، عليه البدلة والكرافتة، هذه صفته. فبين له الشيخ أن هذا الشيطان، وأزيد على ما قاله الشيخ أن هذا الشيطان شيطان فرنجي. نسأل الله العافية. فكم من الخرافة والضلال والدجل دخل على الناس دخولا واسعا كبيرا، فظلوا بمثل هذه المنامات المدعاة الكاذبة الفاجرة التي ليس من ورائها إلا إضلال الناس وصدهم عن سواء السبيل.